الرئيس العام الآن لأنصار السنة جناح الإصلاح، وأنا مسائل لماذا أتكلم عنها، لكن أنت لو سألت أنا بجيب. طيب، قبل فترة أخونا مزمل أخرج كتاب رد على دكتور عبد الحي يوسف، كتاب اسمه وقفات مع الدكتور عبد الحي يوسف، رد عليه في مسائل من تسكت للأخوان المسلمين ومن ضلالات الإخوانية الواضحة جدا اللي لا تخفى على الكثيرين، واللي بتخفى عليه يشيل الكتاب ويقرأه، كتاب صغير. الكتاب ده أنا بيدي وزعته، جبت مجموعة من النسخ في مسجد الفتح بتاع أنصار السنة وزعته أنا ده، وكنت الوقت ده كان أنصار السنة معاهم وذول مسؤول في تنظيم أنصار السنة الوقت ده، شلت الكتاب باعتبار انه الكتاب ده غرزوه دكاتره انصار سنه، منهم دكتور الهواري ودكتور منو مجموعه، شلت الكتاب ووزعته في مجمع ومحفل بتاع انصار سنه عن طريق كان مسؤول في التنظيم بتاعه اسمه مصطفى. المهم وزعنا الكتاب، دكتور عبد الكريم شال نسخه من الكتاب وفي المجمع كله، قال منو وزع كتاب زي ده هنا وليه يوزع كتاب زي ده، وزعل ورد على الكتاب وغضب غضب شديد. اخواننا دول مشوا قعدوا معاه مناصحه، ما ادري شيخنا كان لابد ان اقعد معاه بالراحه اوقع له المسائل دي. قعدنا معاه قال كيف تتكلموا في عبد الحي يوسف؟ كيف تتكلموا فيه؟ قال اموال الخليج كلها الان بتجي عن طريق عبد الحي يوسف. عشان كده هم ما داروا يتكلموا ليه؟ والكلام مسجل موجود. من اجل مصلحه. زول ما داري يقول الحد من اجل مصلحه، وانا بقوله 100 مره عندهم مصالح. تقال ما عارفين الحد، اسال بيمشي الليله بيمشي ليه صايم ديمه ويقعد معاه، ده ما عارف انه صايم ديمه على باطل، عارف والف عارف لكن داري ياكل. عنده مصلحه من الشغلات، واحنا عارفين الموضوع لما نقوله احنا عارفين. طيب بالنسبه للجزئيه الثانيه من سؤالك اللي انت قلت انه ممكن نحملهم على حسن الظن، نحملهم على حسن الظن لو احنا كنا ما عارفين عنهم حاجه، نحملهم على حسن الظن، لكن احنا لما نكون عارفين احنا ما بنحملهم على حسن الظن. الدليل على ذلك مقاله عمر رضي الله عنه وارضاه، قال من اظهر لنا خيرا ظننا به الخير وان كانت سريرته سيئه، ومن اظهر لنا شرا ظننا به الشر وإن كانت سريرته شنو؟ حسن. تكلم عمر رضي الله عنه، فنازل أظهر الشر يا عمنا، أستاذ جزاك الله خير، أظهر الشر وفاح الشر بتاعه. بل الآن بمقياس بسيط، سيبك من ده كله، بس أنا أديك مقياس بسيط. أي واحد منهم الآن بتيجي تقول له شيوخكم ديل في أنصار السنة عملوا كده ومشوا للصوفية وقعدوا معاهم ووحدة الصف ومشوا مع الكباشي والنوبات وكده. قد واحد منهم يتحزلق كده يقول لك لكن الكلام ده غلط أنا بنكره. قول له جميل جدا، أعمل محاضرة أنكر فيها الكلام ده. الآن ما تلقى لهم ولا محاضرة واحدة لواحد منهم يقول الكلام اللي عملوه جماعتنا ده باطل. نهائي ما يقدر. ليه ما بقول؟ لأنه لو قالوا بيفصلوه. لو أنكر حاجة واحدة منه عليهم هم بيفصلوه بكرة دي. وده ذاته يا إخوانا الاجتماع على الباطل. صراع على التراب برامج كثيره جدا، يعني دي اشياء لا تحصى ولا تعد، والمحاضره ما اصلا ما خصصت للجانب ده، لكن احنا وجهنا سؤال نجاوب عليه بقدره. نعم.